كما تعلم، لو أرادت جماعة الحوثي من الاستمرار في الاستهداف بإطلاق المسيرات والصواريخ لاستمرت كل ساعة كل يوم تستهدف بشكل مكثف هي والفصائل الموجودة في المنطقة، ولكن هي كانت ضربة واحدة، الفصائل تستهدف مستشارية التحالف الدولي. ألا ترى بأن إيران وكأنها تعطي إشارات للولايات المتحدة الأمريكية بأن النقاش حول منطقة الشرق الأوسط وضبط إيقاعها وأمنها يجب أن يكون معي أنا، يجب أن تجلسوا معي وتتفاهموا معي في القضية الفلسطينية أو غيرها، تستمرون في العملية البرية باتجاه قطاع غزة سأصعد بشكل أكبر، يعني ألا ترى بأننا لازلنا في مرحلة الرسائل ولسنا في مرحلة الحرب الإقليمية؟ Well, that is the messaging, absolutely. نعم، هذه هي الرسائل التي تطلق بالتأكيد، ولكن هذه الفصائل التي تطلق هذه الصواريخ تحاول أن تقول أننا لم يتم ردعنا، أننا لا نخاف من قبل لا نخاف من القوة الأمريكية، نحن يجب أن يصغى لنا، وهذه هي الرسالة، نعم بالتأكيد، التي يحاول توصيلها. ولكن مع ذلك، كما قامت إيران في بعض الأوقات الماضية، أنهم يمكن أن يقوموا بإيصال هذه الرسائل إلى أبعد مما هو مطلوب، والنتائج يمكن أن تكون مدمرة. لذلك هذه الفصائل عليها أن تكون حذرة جدا، وقد قلت هذا الأمر قبل ذلك في برنامجك. هذه الفصائل عليها أن تفكر مرة ومرتين وثلاث قبل أن تقوم بمهاجمة هذه القوات. الولايات المتحدة لديها قوة كبيرة جدا تستطيع أن تجلبها إذا ما أرادت ذلك، فهذه الفصائل، هذه القوات عليها أن تكون حذرة جدا فيما يقوم به.